أحبتي صغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص النشاط العلمي من كتاب الواضح في النشاط العلمي للمستوى الثالث ابتدائي. أحبتي الصغار، اليوم إن شاء الله لدينا حصة جديدة. جميل، إذا لدينا درس جديد، الحصة السادسة. عنوان الدرس: ما الأغذية التي يمكن أن تضر بصحتي؟ اذا جميل احبتي الصغار، اذا قبل ما نبداو الحصه ديالنا احبتي الصغار، ما تنساوش اشتركوا عندي في القناه، فعلوا زر الجرس باش هكا كيوصلكم جميع الدروس اللي كندير. الا كان عندكم شي سؤال او شي اقتراح او شي ملاحظه فحطوها لي في بلاصه التعليق، فانا احبتي الصغار اكيد كنجاوب وكنقرا جميع التعليق ديالكم. اذا احبتي الصغار على بركه الله غادي نبداو الحصه ديال اليوم. اذا هنا كما قلنا الدرس هو ما الأغذية التي يمكن أن تضر بصحتي. إذن الهدف التعلمي أحدد بعض الأغذية المضرة بالصحة. إذن ألاحظ الصورتين وأعبر. إذن صورة واحد وصورة اثنان. صورة واحد هذا يعني أكل الشوارع، هذه أطباق الشوارع. وصورة الثانية فهذه الطفلة أكلت من هذا الأكل ومرضت، سبب لها تسمم. فلذلك احبتي الصغار ضروري انكم تجنبوا الاكل ديال الشوارع، راه ما كيكونش نقي وفي نفس الوقت ما كيغطيوش. بحال دابا هذا ما كيتغطاش، يعني جميع الاوساخ والغبار والجراثيم راه كتحط فوق منه، وبذلك راه نتوما كتاكلوا غير داكشي اللي خايب. بلا من احسن انكم تاكلوا الماكله ديال الدار، هي احسن ماكله الماكله ديال الدار. اما هادشي ديال الزنقه فتجنبوه تماما، وبالخصوص هادشي ديال الهمبرغر وهادشي ديال كاع هاد المأكولات السريعة تجنبوها. إذا جميل، إذا أتساءل، إذا غادي نطرح واحد السؤال ونقولو: ما هي الأغذية التي تضر بصحتي؟ ما هي الأغذية التي تضر بصحتي؟ إذا نكتبها باش تبان لكم واضحة، حيت مكتوبة بالقلم الرصاص لكن غنعاود نكتبها بهذا باش تبان لكم واضحة. إذا ما هي الأغذية التي تضر بصحتي؟ وعلامات استفهام، ما هي الأغذية التي تضر بصحتي؟ إذا غنفترضوا أغذية، هذوك الأغذية غنديروا اقتراحات. عندنا المشروبات الغازية مرضى، المعلبات، الأغذية المنتهية صلاحيتها. إذا قلنا المشروبات الغازية فراه هي المرضى بجميع الأشكال والألوان ديالها، فراها مضرة بالصحة، مضرة بالصحة بواحد الشكل كبير. فلذلك من الأفضل أنكم تشربوا كاز الماء أحسن من هذه المشروبات الغازية، فمليئة بالسكر. والسكر ماشي هذا السكر الطبيعي، يعني سكر صناعي، يعني سكر خطير كيضر الصحة ديال الإنسان. عندنا المعلبات أي حاجة كاينة في البواطا، أي حاجة مسدودة، أي حاجة مسدودة راها معلبات، منها الفرماج راه مسدود، منها هادو بحال دابا سميتو، منها الشوكولاتة، منها داكشي كامل، منها البيمويات، داكشي كله راه معلب، يعني مسدود وكيتباع مسدود. هادو كلهم كيتسماو معلبات. اذا من الاحسن اننا نجنبو داكشي. عندنا الاغذيه المتناهيه الصلاحيه كذلك، ايضا هاد الاغذيه الفاسده ما يمكنناش ناكلوها. اذا هادو كافتراضات، اذا نتمنى يكون واضح، ولكن احسن نعاودو باش هكا كيبان لكم الخط مزيان. اذا المشروبات الغازيه، عندنا المعلبات، وعندنا الأغذية المنتهية الصلاحية، المنتهية الصلاحية. إذا عندنا المشروبات الغازية، المعلبات، الأغذية المنتهية الصلاحية. إذا جميل، إذا أختبر. إذا أبحثوا عن بعض الأغذية التي يؤدي الإفراط في تناولها إلى الإضرار بصحتي. كاين بزاف ديال الأغذية لسوء الحظ الأطفال كيتناولوها وهي تضر بالصحة.
من بينها الكاشير. فالكاشير كتعتبر من المعلبات وهو خطير جدا، كيتسبب امراض كثيره من بينها السرطانات. يعني كذلك ايضا البيمويات، الحلويات، الكيكات، كذلك ايضا الكرواسات، هادشي اللي كيتباع ديال في الباتيسري، داكشي كلشي راه مضر بالصحه. اذا اكتبوا في كل بطاقه الاسم المناسب للغذاء الذي قد يضر بصحتي. اذا عندنا هنا كما كتشوفوا معايا رقائق البطاطس، تشيبس، مشروبات غازيه المنضة، مثلجات بولو. اذا رقائق البطاطس هي هذه، مثلجات هي هذه، معلبات هي هذه، حلويات هي هذه، ثم مشروبات الغازيه هي هذه. تمنى يكون واضح عندنا رقائق البطاطس، مثلجات، معلبات، حلويات، ثم مشروبات غازيه. مشروبات غازيه. اذا جميل، اذا هادو كلهم راه مضرين بالصحه وكيتسببوا بالامراض. يعني من الاحسن انكم الاكل ديالكم يكون طبيعي، يكون فيه خضر، فواكه، بقوليات. بقوليات هي العدس، اللوبيا، الفاصوليا، الفول، هادو هما البقوليات. والنشويات، نشويات فيها والحبوب، عندنا الذره، الذره مطحونه يعني على شكل خبز، وتاكلوا الشعير، وتاكلوا القمح، هادو كلهم راه زوينين. وحيدوا عليكم هذا الشيء، احسن انكم عاودوا تتناولوا هاد الحلويات هادو. خذوا لكم فواكه، فواكه جافه وفواكه طريه. فواكه جافه بحال القرقع او الجوز، بحال التين ولا الشريحه، بحال المهم اللوز ولا اللوز، يعني هادو كلهم راه احسن بكثير من هاد الشيء. كذلك ايضا المشروبات الغازيه كما كتشوفوا هما هادو الكانيطات والمناضات، وهذا الشيء كله راه كلشي كيضر بالصحه. بدلوه يا اما بعصائر يا اما بماء معدني. جميل، اذا احدد بعض الاحتياطات التي يجب كتمنى الا ما كانش واضحه لهاد الكتابه هذه تكتبوها لي في الكومنتات، الا ما كانش واضحه باش نبقى نكتب بالفطر يعني يكون واضح. احدد بعض الاحتياطات التي يجب اتخاذها للحفاظ على صحتي، وتميم ثم اتمم الجمل بما يناسب من الكلمات. الثلاجة، انتهاء صلاحية، اغسل المعلبات. اذا اتأكد من تاريخ انتهاء صلاحية المنتج الغذائي، لا اتناول المعلبات التي يظهر عليها انتفاخ او اعوجاج. اصلا المعلبات ما تتناولها سواء كانت منفوخة ولا عادية، اذا او اعوجاج او صدأ. وحافظوا احفظ عفوا الاغذيه وهي احفظ الاغذيه في الثلاجه. اغسل الخضر والفواكه جيدا قبل اكلها. اذا هنا عندنا استخلص، املا الفراغات بما يناسب، تضر صحه تجنب. للحفاظ على صحه جيده يجب تجنب تناول الاغذيه التي تضر بالصحه. للحفاظ على صحة جيدة يجب تجنب تناول الأغذية التي تضر بالصحة. جميل، إذا نمشيو دابا نشوفو السؤال الموالي. أحسنتم. إذا السؤال هنا كيقول إذا جو كو شاك فوتو كي مونطخ أون أليمونطاسيون كي نوي أ ما سونتي. إذا غادي نديرو علامة على المأكولات اللي كضر بالصحه ديالي. هنا عندنا الهمبرغر، الهمبرغر في الدرجه الاولى راه مضر بالصحه، فيه كل المواد المسرطنه. العصير، لا، عصير البرتقال فهو جيد للصحه. حلويات كذلك ايضا فهي تضر بالصحه. الخضر فهي جيده للصحه، اما المشروبات الغازيه فهي مضره بالصحة. إذا أحسنتم أحبتي صغار، هكذا كنكونوا سالينا الحصة ديال اليوم. نتلاقاو إن شاء الله في الحصة المجية. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.